أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ النقاش. أرحب بضيوفي. انضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المستشار السياسي الأسبق للمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح، وعبر الأقمار الاصطناعية من مصراتة المحلل السياسي أحمد دروياتي، وعبر الأقمار الاصطناعية أيضا من طرابلس الباحث والأكاديمي جبريل أزوي. أهلا بكم جميعا. وأبدأ النقاش معك سيد أروياتي. يعني أصدرت محكمة مصراتة الابتدائية اليوم حكما بوقف تنفيذ قرار المفوضية العليا للانتخابات حول القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة. ما أثر مثل يعني هذه القرارات على المشهد الانتخابي برأيك؟ مساء الخير سيد رفع، تحية طيبة لك ولضيوفك الكرام ولكل متتبعي القناة. أعتقد أنها يعني وسيلة أخرى أو مسمار آخر يدق في نعش إبطال العملية الانتخابية وإفشالها، التي هي في حقيقة الواقع أو واقعين أصبحت في حكم المجمدة. حكم اليوم لا يخرج عن غيره من الأحكام القضية التي بينت أن تأثير السياسي والمناطقي في المناطق المعينة أثر بدرجة كبيرة على قيادة أو سير العملية الانتخابية، وبالتالي ما صدر اليوم من حكم هو تأكيد لأن تعطيل العملية الانتخابية أصبح يزداد يوم بعد يوم، تعطيلها في المطلق طبعا وليس في موعد 24 ديسمبر، لأن 24 ديسمبر أصبح في حكم العدم. طبعا السؤال المهم اليوم هي كيفية التعاطي مع المشهد أو المعادلة السياسية في قادم الأيام 24 ديسمبر وما بعدها إن صحت العبارة، كيف سيكون المسار مع هذه اللقاءات الكبيرة التي تقودها أو بعودة السيدة وليامز واللقاءات الكبيرة التي تقودها، كيف سيتعاطى البرلمان وانفتاحه على تركيا مؤخرا، ما هي الخطة البديلة؟ لا أحد يعرف، هل ستستمر العملية الانتخابية، ستؤجل أم سيحدد لها موعد آخر، كله في حكم الغموض والغموض، ولا أحد يعرف ماذا سيحصل. يعني بمعنى آخر أن ما صدر هو ليس غريب، الأحكام أو تأثيرات الأحكام القضائية في المناطق معينة لا زال يلقي بظلاله. هذا الحكم اليوم استند على قضية على 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 أسباب أعتقد حول تعيين السيد رئيس المفوضية، كونه ربما القضاء خرجه حتى ليس غير ذي صفة أساسا ليكون على رأس هذه المؤسسة، وهذا يؤكد حالة البطلان المطلق لكل القوانين والإجراءات التي اتخذت في ليبيا من 2013 حتى اليوم، والذي سيجعلنا في متاهة أكبر في كل مرحلة سياسية أمام تضارب هذه القرارات والطعون فيها واللجوء إلى القضاء في الحالات السياسية التي ولأسبابها قلنا أن تجميد العملية القضائية ربما الأنسب كي لا تسقط آخر ورقة على أهم مؤسسة، ربما لازمنا نقول أنه ربما هي الساتر الحقيقي لمفهوم الدولة الموحدة في ليبيا، وإلا فإنه على الدنيا السلام. ولكن هذا الأمر أصبح واقع، أفشلت العملية الانتخابية بدرجة كبيرة في موعدها المحدد، لازالت وسائل الإفشال تستمر، هي تجمدت أساسا منذ 10 أيام تقريبا، وبالتالي لم يعد مهم حتى هذه القرارات والإجراءات. الآن السؤال المهم هو كيف سيتعاطى مع هذه القضية السياسية. طيب سيد روياتي، ذكرت بأنها أفشلت العملية الانتخابية. نعم. أنت ذكرت منذ قليل بأنها أفشلت. نعم. يعني من الذي أفشلها؟ لو قلنا كعنوان رئيسي سنقول أن المفوضية من أفشلتها، لأن المفوضية رغم كل الإجراءات التي اتخذت وربما رغم كل الإشكالات التي طرحت في مسيرة ترتيب بدء العملية الانتخابية كانت تتجاوزها وتستمر في عملها إلى أن جاء الإعلان أو جاءت مرحلة الإعلان على الأسماء النهائية بعد مرحلة الطعون، والتي تجمدت أو توقفت المفوضية على الإعلان عنها وذهبت مسرعة إلى البرلمان وبدأت تتعاطى حول القضية، وكأن هناك إشكال معين في الخفاء لم يعد بالإمكان معه الاستمرار في العملية الانتخابية. لا شيء ظاهر وواضح لنقول أنه هذا السبب الرئيسي، لأنه حتى أسباب القضاء أو الأحكام القضائية صدر حكم في الزاوية ربما غريب قليلا، صدر أو تجمهر البعض أمام المفوضية لمحاولة منع فتحها في يوم من الأيام، وربما هي يومين أو أكثر وليست إلا، صدرت الكثير من الضغوطات وبعض المظاهرات هنا وهنا، بيانات كثيرة، تصريحات هنا وهنا، ولكنها لم توقف العملية الانتخابية. ما أوقفها هو المفوضية في حد ذاتها. لماذا؟ لازلنا نتساءل حتى الساعة كيف ستكون المعالجات، هل هو استمرار أو هو تأجيل أو هو إزاحة كما حبذ البعض أن يوصف هذه العملية، أم أنها أفشلت في العموم؟ لا أحد يعرف حتى الساعة، لكن واقعين يوم 24 أصبح في حكم العدم، لأنه لم يتبقى إلا 10 أيام تقريبا أو أقل حتى من 10 أيام، وهذه ليست فترة كافية للاستمرار في التراتبيات الزمنية وخاصة فيما يعرف بالدعاية الانتخابية. بالتالي اليوم نحن ننتظر ماذا سيحصل من إجراء رسمي من الجهتين المسؤولتين على الانتخابات، البرلمان والمفوضية العليا. نعم
سيدة زوي، يعني هناك من يقول بأن مرحلة الطاعون قد انتهت، وبالتالي حكم محكمة مصراتة اليوم جاء متأخر جدا، خصوصا بعدما وصل إليه المشهد الانتخابي والذي وصفه البعض يعني بالإخفاق. كيف تعلق؟ نعم، حكم محكمة مصراتة اليوم هو المهم فيه أن أكد على شيء مهم جدا، وهذا الشيء كنا نعلمه منذ فترة، هو عدم صفة رئيس المفوضية، لأن الفترة التي ترأس فيها المفوضية أو تولى مهام إدارة المفوضية كانت غير منظمة، وكانت ممكن في لم تتخذ الإجراءات الرسمية الحقيقية فعلا في تسمية كونه لرئيسا لهذه المفوضية. ولكن هذا الحكم طبعا حكم مهم جدا في هذا الوقت، يؤكد على ما كنا نتحدث فيه سابقا، أن العملية الانتخابية بنيت على قانون معيب، على قانون دبر في ليل، على قانون مخالف، على قانون ينسف كافة أو جميع الاتفاقيات السابقة سواء كانت الدولية أو المحلية التي لزمت مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الأعلى للدولة في إصدار مثل هذه القوانين، وخاصة في قانون الانتخابات أو القاعدة الدستورية التي يجب أن يتوافق عليها الجميع للذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية. لكن للأسف هذا العملية لم تتم، وهذا التوافق لم يتم، صدر قانون معيب من طرف واحد. هذا القانون كان مدبر له في آلية خروجه وتوقيت خروجه، وقبلت به المفوضية. المفوضية ليش السبب الرئيسي، بل المفوضية قبلت بهذا القانون المعيب التي المفوضية كانت تعلم أن هذا القانون مخالف، ولكن كابرت طيلة الفترة الماضية، وكابر معها من أيد هذا القانون، ووصلت إلى مرحلة معاش قدرت تستطيع أن هي تستمر في تنفيذ هذا القانون، لأنها كانت مخجلة جدا، لأن كل ما الإجراءات المتعلقة بالقانون كانت مخالفة، فأتت وصلت في مرحلة معينة فتوقفت عن الاستمرار فيه، لأن هذا الاستمرار كان مرفوض من شريحة واسعة ومناطق ومدن من ليبيا، لأن هذا القانون كان سوف يؤدي إلى انقسام جديد ومشكلة جديدة للأسف. وهذه من غض الطرف عليها كثير من الأطراف الليبية التي كانت تسعى إلى الهروب إلى الأمام وإلى إجراء هذه الانتخابات بهذا القانون المعيب وفرض أمر واقع، وكانوا يتحججون بالمجتمع الدولي، وكانت يتحججون بالضغوطات الدولية، وهذا كان كله هراء. والآن وصلنا طيب، دعني أنتقل بهذه النقطة إلى السيد أشرف. عمل بهذا القانون السيد أشرف، سيد زوي قال بأن المفوضية تعلم بأن القانون معيب لكنها فضلت أن تتجه للأمام. برأيك ما الذي يجعل المفوضية تتعامل بهذه الطريقة في الوقت الذي كان بمقدرتها ربما على أن يعني تقف وتقول بأن هذا القانون غير صالح للسير بطريقة صحيحة باتجاه الانتخابات، والكثير كان ينتظر ربما هكذا خطوة من المفوضية؟ صحيح كلام الأستاذ جبريل، صحيح جدا أن المفوضية تعاملت بازدواجية الحقيقة، لم تقبل قانون عقيلة صالح في 2018، قانون الاستفتاء على الدستور الذي قسم ليبيا إلى ثلاث مناطق، وقبلت اليوم هذا القانون في 2018. لم تقبله لأن الأساس الذي صدر عليه القانون لم يكن صحيحا، لم يكن متوافقا مع الاتفاق السياسي الذي يعتبر جزء من الإعلان الدستوري بعد العمل به، ولذلك فإن المفوضية لم تقبله وطلبت ضرورة التوافق على هذه القوانين كما تنص المرجعية التي تحكم ليبيا بها هذه الفترة. اليوم أن تقبل المفوضية بهذا القانون ويصر رئيسها على المضي قدما بعد أن نفخ بعض السفراء فيهم في المسؤولين، الحقيقة مسؤولين ليبيين مؤخرا يعملون بدعم سفراء وليس بدعم المجتمع الليبي وعلى الأسس الليبية التي يجب أن يعملوا بها، وهذا كان السبب الرئيسي الحقيقة لإفشال العملية، بغض النظر حتى على التعاطي الأخير والإزدواجية حتى بعد ما فرض هذا القانون أو ضغط به وبدأ العمل بالجدول، قلنا والله نشوف وين تنتهي العملية، ولكن حتى ما صمموه انقلبوا عليه لأنهم لم يروا النتائج التي كانوا ينتظرونها. كانوا ينتظرون أن القانون يبعد أشخاص ويهيئ لهم الظروف لكي يربح أشخاص آخرين، بعدها مرحلة الطاعون تأملوا أن الطاعون سوف تخرج هؤلاء الأشخاص الذين لهم حظوظ في الفوز،
ولم تخرجهم، عندها توقفت العملية عندما رأوا أن 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 الطريق مسدود أمامهم، أوقفوا العملية ويحاولون إلصاق التهم بالآخرين بأنهم سبب التعطيل. حتى اليوم الكلام على الأحكام والكلام على الحراك أو على الاعتصام، هذه كلها لم تؤثر في العملية الانتخابية، بالعكس كانت سائرة لو لم تمتنع المفوضية عن إعلان القائمة النهائية لكانت العملية الانتخابية سائرة في موعدها، وكل شيء كل الأمور في نصابها. أنا الحقيقة أريد فقط أن أتكلم عن موضوع مهم هذه الليلة، وأستغرب أن سيد أحمد رياتي لا يعلم ما هي الخطباء أو ما هو المسارات الأخرى. الحقيقة هناك مفاجأة، هي ليست مفاجأة ولكن لم أتوقعها بهذه السرعة. السيد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة يسوق عند بعض الأعضاء في مجلس الدولة المقربين وفي دائرة ضيقة وبعض المقربين منه من خارج مجلس الدولة بأنه تلقى زيارة من السيد فتحي بشاغة خلال 3 أيام الماضية، وتناقشوا حول مجريات الأمور، وتوسط السيد فتحي بشاغة في اتصال أجراه مع عقيلة صالح وأعطى الهاتف إلى خالد المشري لكي يحاول التواصل وبدأ تواصل جديد، مما نتج عنه الاتفاق عن لقاء الأسبوع القادم في المغرب، والهدف من هذا اللقاء محاولة الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي جديد برئاسة عقيلة صالح وبعضوية المشري ورئيس وزراء فتحي بشاغة كي يستلموا السلطة من الحكومة والمجلس الرئاسي الحاليين، وتستمر هذه الحالة لمدة 24 شهرا يتم إضافتها أو تضمينها للإعلان الدستوري، وبالتالي يتحصلوا على هذه المراكز ويقصوا الآخرين وتنتهي العملية الانتخابية وتؤجل إلى ما بعد 24 شهر. هذا بالضبط ما كنا نتكلم عنه، هو سرقة حق الليبيين في أن يختاروا ممثليهم، يختاروا من يحكمهم خلال الفترة القادمة. أعتقد أن هذه العملية سوف تفشل كما فشلت العمليات السابقة، ولكن من الواجب الآن أن يعلو صوت الليبيين لكي يتوقف هؤلاء المتاجرون في مصيرهم وفي مستقبلهم مقابل الكراسي التي يبحثون عنها بأي وسيلة وبأي ثمن، ودون النظر إلى مستقبل هذا البلد. الأدهى من ذلك ما يقوله خالد المشري اليوم، وأنا أتحدى الخروج والإجابة عن أو تكذيب هذا الكلام، يقول للمقربين منه: والله خليفة حفتر أصبح أمر واقع، وأصبح التعاطي معه بالطريقة القديمة غير مجدي، بالتالي يجب أن نبحث له عن موقع كي نحاول أن نلملم شتات الوطن ونستقر إلى مرحلة نتمكن بها من إعادة صياغة المشهد. حقيقة هذا الكلام يتنافى مع حق الليبيين في أن يقرروا هم، لا يقرر خالد المشري أو عقيلة صالح مستقبلهم، وإنما يقرروا هم المستقبل الذي يريدونه لنفسهم ومن يحكمهم، وكفى تلاعب بمصيرهم ومصير هذا البلد الذي عانى الأمرين خلال 10 سنوات الماضية. طيب أنتقل بهذه النقطة إلى السيد روياتي. سيد روياتي، السيد أشرف يقول بأن هنالك اتفاق ثلاثي بين المشري وبين عقيلة صالح وبين بشاغة لقيادة المرحلة المقبلة وتأسيس مجلس جديد، كيف تعلق على هذه النقطة؟ أولا لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي صحة هذا الخبر الذي قاله السيد الشحم، ولكن إذا افترضنا أنه صحيح، ألا يحقق هذا الأمر مفهوم التوافق الذي كان ينادي به السيد الشحم منذ بدأت تونس وجنيف، أو منذ على الأقل في أمام فزاعة إصدار هذا القانون، قانون القوانين التي يسميها البعض معيبة؟ ألم يكن دائما الديدن بأن ضرورة أن يحصل هناك توافق ما بين مجلس الدولة والبرلمان، وأن هذا هو العذر في لهذه الإعابة حول هذه القوانين؟ لنفترض أنه حصل اتفاق بين عقيلة صالح وخالد المشري، ألا يحقق لكم هذا الأمر؟ دون أن ننسى طبعا تذكير السيد الشح بنقطة مهمة تجاوزها أيضا في خطابه عندما قال أن اليوم هو سسرق عملية انتخابية، أو أن المسار الانتخابي الذي قيد بهذه الطريقة المعيبة والذي ربما هو يحاول أن يلقي باللائمة فيه على جهات معينة، هو يعرف أن من فرض 24 ديسمبر في تونس وجنيف مجموعة 75، ويعرف تحديدا من الذي فرض 24 ديسمبر، عندما كان البعض ومنهم السيد الشح طبعا يعتقد أن قائمة عقيلة
وفتحي بشاغة كانت ستفوز وكانت مرسومة من المجتمع الدولي وذاهبة إلى الفوز حتما، وبالتالي كان يخاف ما أن تظل هذه السلطة لفترة طويلة، فحدد لها يوم 24 سبتمبر، ومن حددهم الذين يناوئون هذه القائمة في حينه، والذين لا زالوا يناوئون هذه القائمة ويدعمون الحكومة التي انتصرت أو السلطة التي انتصرت وهي ما يعرف بسلطة المنفي الدبيبة. بالتالي من حدد هذا التاريخ هم من ورط الشعب الليبي، هم هؤلاء في هذا التاريخ الذي بعد ذلك نحن دافعنا عنه، رغم أن قبل كنا نقول وأعيد وأكرر، أنا لا أتكلم على حديثي، إبان تونس كنت أقول لابد أن نأخذ الفترة الكافية سنتين يا جماعة، رأوا لن يحصل توافق بعد هذه الحرب إلا خلال سنة ونصف أو سنتين. لا، تبت 24 ديسمبر وبعد أن انتصرت قائمتهم أبدوا يتململون حول هذا التاريخ وإشكالية الشعب الليبي. اليوم السيد شح ماذا يقول؟ يقول أن هناك من سيحفظ على خيار الشعب الليبي حول موضوع الانتخابات، رغم أن السيد شح كان من من المناوئين لعملية الانتخابات بهذا الشكل عموما يعني، أو على الأقل الانتخابات الرئاسية، هذا أنا ما أعرفه عنها، الانتخابات الرئاسية يرفضها في المطلق طبعا، والانتخابات عموما تحتاج إلى تجهيز كافي وبيئة أكثر مثالية للوصول إليها. اليوم عندما تأتي وتقول لي أن هناك توافق أو اجتماع ما بين المشري أو مهاتف بين المشري وعقيلة صالح ومعهم أيضا فتحي بشاغة لترسيم مشهد سياسي معين، هذا يحقق مفهوم التوافق واتفاق الصخيرات. يعني ما عادش فهمت، أنت بتبوا توافق ولا تبوا انتخابات؟ بقى نفترضوا توطنوا غدوة ورتبوا موضوع حتى الانتخابات مش التوافق، يعني حددوا اتفقوا فيما بعضهم وحددوا موعد جديد للانتخابات ورتبوا له مسارات معينة بشكل معين، هل سترتضونه أو ستنقلبون عليه أيضا؟ أنا قضيتي وهنا أيضا ردي على السيد جبريل الذي لازال متمسك بفكرة الإعابة في القوانين. أنا أستغرب لماذا لا تتجرؤون وتقولون أن الإعابة في الجهات التي لم تنفذ هذا القانون، قانون باشتراطات معينة حول انتخابات الرئيس أو البرلمان، أنا أعتقد أنها أكثر من منطقية، ولا أعتقد أنها ذهبت عن المألوف في دول العالم الآخر حول اشتراطات الرئيس أو اختصاصاته. لكن لماذا لا تقولون أن المفوضية لم تأخذ على عاتقها العمل الحقيقي في تنفيذ هذه القوانين، أو أن القضاء للأسف الشديد تأثر بدرجة كبيرة نتيجة التأثيرات الجغرافية والفكرية في مناطق ليبيا، وأن القضاء والمجلس الأعلى للقضاء لم يأخذ على عاتقه عندما انقلب في الولاية المكانية ثلاث مرات، في البداية حددها في ولاية المكان التي يتقدم فيه المرشح، وبعد ذلك أرجعها إلى ولاية عامة، وفي يوم واحد فقط بعد 24 ساعة أرجعها إلى الولاية الثلاثية. لماذا لا تقولون أن التأثير السياسي على هذه الجهات التي لم تأخذ على عاتقها التنفيذ الحقيقي للقانون ورطنا فيما ورطنا فيه، وليس أن القانون معيب؟ وعندما تتجاوز فكرة أن الواقع الليبي للأسف الشديد معقد ومختلط ومحتقن، لابد أن تراعي اللامثالية في حل الإشكال بمعنى آخر. طيب سيد أحمد، يعني دعني أنقل لك نقطة أخرى ذكرها السيد الشح، هو نقل عن لسان المشري بأن حفتر يعني لم يعد مشكلة، وأن لابد من إشراك حفتر في المشهد السياسي للوصول إلى حل بما معناه يعني. وقال أيضا بأن يعني تأجيل الانتخابات لمدة 24 شهر. نعم، ما السؤال؟ لم أفهم السؤال. كيف تعلق على ما قاله هنا؟ هل فعلا أنت تتفق أنت تتفق فعلا بأن يعني لا خلاف الآن على حفتر، وأنه يجب أن يتم إشراك حفتر في العملية السياسية؟ هذا ليس أنا لا للوصول إلى مخرج. أنا رجل خارج السلطة لكي أصرح بطريقة تعاطية مع الجهات المسؤولة. أنا هنا أسأل عن رأيك. أنا هنا أسأل عن رأيك فقط. لا فهمني، أما الواقع يقول أن هذه السلطة تعاطت مع حفتر، السلطة الموجودة اليوم لها 8 أشهر هي تتعاطى مع حفتر أساسا. هي جاءت بممثلين لحفتر في السلطة. هي جلست مع حفتر في سبها. هي ذهبت إلى الإمارات الذي يمثل غطاء دولي لحفتر. هي أعطت ميزانية من 6 مليار لحفتر. ما فهمتش طريقة التعاطي، شنو قصدكم بحفتر يعني؟ هي بالأمس كانوا في الإمارات من أجل جلسة ما بين أحد نواب أو ممثل على السيد الدبيبة، قال أن الدبيبة في حد ذاته، وأيضا أبناء حفتر. يعني أنتوا غطوا في الشمس بيقولوا أنت بتقول هنا يا حفتر كده، أنا مش هنقول كده تعاطى مع حفتر، يعني حفتر لما كان في حرب على الأرض في وقفت زي أي رجل بالموقف الذي لديه أو بالأدوات التي لديه. بعد ذلك أصبح المشهد السياسي، ما تجيش تكابر أنت على أشخاص توا بشكل لا زال غامضا وفق تصريحات السيد المشري طبعا، أن هناك مواقف أنا لا أنفيها ولا أؤكدها طبعا يكون واضحا، لكن إن صحت أعطيتك المبرر، لكن إن صحت حتى أنه قال بأنه سيتعاطى مع حفتر، هذا الموضوع يسأل عليه السيد المشري، تسألش عليه أو على الأقل من يمكن أن يكون مقرب من المشري أو ممثل المشري، أنا لا أمثله. نعم، طيب يعني
أيضا ذكر السيد أشرف بأن في الترتيبة الجديدة سيكون السيد بشاغة رئيس وزراء. أنتقل بهذا السؤال إلى السيد الزوي. سيد الزوي، يعني كيف ترى هذه التشكيلة التي تحدث عنها السيد أشرف الشح؟ أولا نحب أن نوضح شيء هو تحدث عليه السيد أحمد، أن يتحدث عليه توافق، لو صار توافق بين المجلس الأعلى للدولة والنواب هذا كان مطلوبه. نعم هو مطلوب وفق الاتفاق وفق اتفاق جنيف، ولكن مش مطلوب بين عقيلة صالح وخالد المشري تتم في صفقة. يعني للأسف إن صح هذا الكلام فهذه صفقة بين عقيلة صالح والمشري، ونؤكد أخرى زي ما نكدنا على القانون المعيب والمخالف الذي وصلنا لهذه الأزمة ووصلنا للمرحلة اللي نحن فيها اليوم، أن هذا الاتفاق لن ينجح، لأن عقيلة صالح لا راجل ما فيهش ثقة، وعقيلة صالح هذا مجرم، وهذا من أيد الحرب والعدوان ومشروع الانقلاب على طرابلس الذي راحت اللي دمر نص طرابلس وراحوا فيها الآلاف من الشباب والنساء والرجال فهذا الواقع للأسف الذي يهربون له هؤلاء الناس، أنهم مازال يزيدوا في المشكلة أخرى، وهذه الإجراءات وهذه الاتفاقات وهذه الصفقات لن تؤدي إلى حل المشكلة. أنا لا أدافع على المفوضية العليا للانتخابات، بل في وجهة نظري المفوضية هي جزء من هذه المؤامرة التي كانت تحاك بالانتخابات القادمة اللي هي 24 ديسمبر، وهي من قبلت هذا القانون المعيب وتعلم جيدا أن هذا القانون مخالف ولم يأتي بتوافق مثل ما نص عليه اتفاق جنيف، لأنها تكون القاعدة الدستورية بتوافق بين الأطراف. قفزوا على هذه وحاولوا أنهم يحطونا في أمر واقع ويحقوا الليبيين في أمر واقع لتمرير صفقة معينة وأبراز أشخاص معينة. للأسف أن في أشخاص، أنا والله ما عندي اعتراض معهم شخصيا ولا أي تحفظ عليهم شخصيا، ولكن يعتقدوا أنهم لو صار من هذه الانتخابات ودخلوا هذه الانتخابات حيفوزوا. أنا أؤكد والله ما هم فايزين، لأن كل الكلام الذي يتم كذب، وخاصة المنطقة الشرقية. في من يقال أن في عندي آلاف في المنطقة الشرقية معي، وفي اللي يقول أن عندي في المنطقة الغربية معي، وهذا كله يخدع في بعضهم. للأسف هذا التحالف لن يستمر، وهذا التحالف هو تحالف بني على المخادعة، وخاصة الذي فيه التحالف الذي يوجد فيه عقيلة صالح هذا الرجل المجرم الكاذب، هذا لن يأتي بنتائج أبدا، ولن تستطيع أن تبني معه أي اتفاق جديد، لأن جربنا هذا الرجل في كل الاتفاقات السابقة. للأسف هذا الخط الذي يسير فيه خالد المشري لو كان صحيح فهي ضامة كبيرة وهي خطأ كبير جدا، وهذا رضوخ لي أنا في وجهة نظري يكون لبحث على منصب فقط، وهذا للأسف هو سوف يزيد الانقسام ويزيد عدد المشكلة مرة أخرى. ولكن المشكلة الذي فيها نحن، سامحني خليني نكمل فكرتي، المشكلة الذي فيها نحن اليوم هي مبنية على مخالفة اتفاق جنيف وصدور هذا القانون، وقبل به هذا القانون من أطراف معينة هي التي كانت ذاهبة للانتخابات وتدعم الانتخابات لأنها لم تفوز في القوائم السابقة، وهذا شيء واضح، لأن هي دعت إلى الانتخابات زي ما حكى السيد أحمد أنهم طالبوا بسنتين، لأن كانت توقع قائمة عقيلة صالح تفوز، إن آخر لحظة لآخر لحظة كانت كل العالم يتوقع أن قائمة عقيلة صالح تفوز، واليوم عندما خسرت هذه القائمة هم تمسكوا بالانتخابات 24 ديسمبر. نحن مع الانتخابات ويجب الانتخابات تتم في أسرع وقت، ولكن هذه الانتخابات يجب أن تتم على قاعدة دستورية أو على دستور يجب أن يتوافق عليه كل الليبيين، وتكون كل الإجراءات والاختصاصات وآلية الحكم واضحة فيه، من ثم نحن نذهب للانتخابات. أما الانتخابات بهذه الشكلية وبهذه الكافية وبهذه الإجراءات وبهذه القوانين لن تزيدنا إلا انقسام، ولن تزيدنا إلا مشاكل أكبر من اللي نحن نعاني فيها اليوم للأسف. أما لو يريدون حلا صح، ولو يريدون هم يتحدثوا على الواقع ويتجردوا من الصفقات اللي هم متمسكين بها وبهذه المناصب، صدقني الحل موجود، الذهاب إلى انتخابات برلمانية من ثم إلى تذوب كل هذه الأسام للأسف اللي موجودة الآن اللي هي جزء من المشكلة، وتشكيل حكومة جديدة، ومن ثم الحكومة تنظر في آلية الانتخابات القادمة سواء كان رئاسية أو موضوع الدستور أو قاعدة دستورية توافقية. أما الهروب إلى الأمام بهذه للأسف بهذه الأعذار وكأننا نحن في معركة وكأننا في عناد، للأسف قعدنا حتى في مرحلة عناد بين بعضنا وكأن لا أنتم خسرتوا ونحن فزتوا. موضوع هذا الانتخابات كنا نتحدث من الأول وكنا نقول فيها من الأول ونقول وراء هذه الانتخابات مش حيصير منها، لأن هذه الانتخابات لم تبنى على توافق، نحن خارجين من حرب
مشروع انقلاب كانت تدعم فيه دول كبرى للأسف، واليوم نشوف نحن في أشخاص تجلس مع هذول المجرمين وزارة تحط ثقة في هؤلاء المجرمين للأسف والتعامل معهم من جديد، وهذه الكارثة التي سوف تزيد، هذه لن تحل المشكلة، بل كل مشروع يخرج على التوافق صدقني حيفشل مثل ما يقوم به خالد المشري. إذا كان صحيح هذا المشروع سوف يذهب إلى الهاوية وسوف يفشل وسوف ينفضح، فهمت؟ ومش مش حيحقق لأي أي 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 منصب الذي يسعى إليه سواء كان هو أو عقيلة صالح. نعم. طيب سيد الشح، ذكرت قبل قليل بأن وصلنا إلى بما معناه إلى يعني طريق مسدود في العملية الانتخابية، برأيك من يعني أوصل العملية الانتخابية لهذا الحال الآن؟ من يتحمل مسؤولية ما وصل إليه المشهد السياسي المختنق الآن في ليبيا؟ شوف يا رفعة، قبل ما نجاوبك على هذا السؤال المهم، خليني نصحح بعض الكلام اللي قاله أحمد. أحمد قال أن كان خطابي في أثناء ملتقى تونس جنيف ضد تشكيل حكومة جديدة، وهذا أنا مصر عليه. أنا في تلك المرحلة قلت أن الحل هو الذهاب فورا إلى انتخابات برلمانية. قصة الانقسام والظروف وكذا لن تتغير، لأن ليست هناك شرعية شعبية، لأن كل الأجسام هي أجسام بشرعيات مهزوزة، ولن تستطيع القيام بشيء إلى أن ينتخب جسم جديد ينهي هذا الانقسام، وتنتقل المعركة من معركة فوضى في الشارع إلى معركة سياسية داخل جسم واحد. وقال أن قائمتهم، أنا عمري ما كان عندي قائمة ولست من مؤيدي أي من ترشحوا، ولا أؤيد حتى الحكومة الحالية. أنا كل الأجسام الحالية مهزوزة الشرعية لا أريدها، أريد انتخابات برلمانية لأنها هي الحل الممكن الوحيد، لأن الانتخابات الرئاسية هي معادلة صفرية أعيدها للمرة الألف، وهذه النتيجة رأيتم كلكم أن النتيجة سوف نصل إلى طريق مسدود، لأنه لن تقبل أي طرف يعتقد أن الطرف الآخر هو اللي حيفوز، لن يقبل النتائج وسيعرقلها وسيقف سدا منهيعا ضد الوصول إلى نتائجها. طيب من يتحمل يعني هذا كنا نقوله ونعيده نتيجة الانسداد السياسي الآن؟ نتيجة الانسداد السياسي هم من يريدون عقد الصفقات ومن يريدون تشكيل المشهد كي يصلوا هم. عقيلة صالح دار لك قانون في مربوعة وحط فيه نقاط يعتقد أنها ستبعد بعض الأشخاص كي تفتح له الطريق هو وجماعته وحفتر. لم يفلح في ذلك، انتقلوا إلى مرحلة الطعون وطعن سيد فتحي بشاغة في عبد الحميد الدبيبة كي يخرجه، لأنه يعتقد أنه هو منافس القوي في مصراتة أو في المنطقة الغربية، ولم يطعن في حفتر. وعندما فشلت هذه الطعون أوقفوا العملية من أساسها، والآن كلهم من كانوا يصدعون رؤوسنا بضرورة الانتخابات الرئاسية وأنها حاصلة وأنه أمر حسم ولن يستطيع إيقافه واحد، هم من يوقفونه. عقيلة صالح هو من أوقفه، البرلمان بتاع عقيلة صالح هو من أوقف العملية الانتخابية، بالتالي المسؤولية واضحة، حتى الليبيين يعرفوا اليوم لم يوقفها من اعتصم أمام المفوضية على سبيل المثال، اعتصموا في اعتصام سلمي لم يوقفوا شيء ولا يؤثروا في شيء، ولكن من أوقفها هو البرلمان مع عماد السايح، هم من أوقفوا هذه الانتخابات ويحاولون الآن إعادة الطبخة وتعديلها ويفتحون المجال أمام خطة باء وجيم ودال ربما تصدف واحدة منهم وتبقيهم في السلطة ويتكلموا على سنتين. أنا تو استمعت لأحمد، كلام أحمد بحكم أنه مقرب من سيد بشاغة يؤكد ما قلته، لأنه طرف في العملية يؤكد ما قلته، طريقة التسويق بأنه والله هذا هو التوافق، لو اتفق عقيلة صالح وخالد المشري وفتحي بشاغة، هو عليش خالد المشري وفتحي بشاغة رغم يمثلوش المنطقة الغربية؟ آخر استطلاعات الرأي أعطت لي فتحي 1.5%، وأعطت وش اسمها المشري والله ما محصل حتى 0.05%. فقصة أن والله هذا يحقق التوافق وكأن هؤلاء الأشخاص كتبوا على الليبيين أن يبقوا مدى الحياة، لا، أعطوا فرصة للليبيين كي ينتخبوا برلمانا، هذا ممكن. نعم. بغض النظر عن الظروف الحالية، من لا يريد الانتخاب في مدينته تؤجل انتخاباته، ولكن لا يحرم الآخرون، يشكل مجلس جديد ينهي
الهرطقة التي يقوم بها عقيلة صالح والتي أفسد بها الحياة السياسية والمؤسسات الليبية وخلق الانقسام وأهدر المليارات من أموال الليبيين وأوصل الليبيين إلى حالتهم التي نعيشها اليوم. بالتالي أعتقد أن محاورة اللف والدوران في المستقبل هنا يجب أن يقف الليبيين حقيقة سد أمامه. وأنا هنا من خلالكم أدعو الليبيين ابتداء من غدا الجمعة بعد صلاة العصر أن يخرجوا، لا ما نطلبش منهم يخرجوا في مظاهرات، ولكن يخرجوا للتعبير حتى بسياراتهم ويطلقوا صفاراتها المنبهات الكلاكس، يبعثوا برسالة كلهم بعد صلاة العصر يديروا الكلاكس تعبيرا على أنهم يريدون أن ينتخبوا ولا يريدون بقاء الوضع على ما هو عليه. استمرار هذا الوضع وإعطاء الفرصة لمن يريد أن يتاجر في مستقبلهم سوف يتحمل تبعاته الليبيين وأبنائهم وأحفادهم. طيب سيد الروياتي، ما قاله السيد الشح باختصار هو تأجيل الانتخابات يعني إلى 24 شهر آخر، وأنت كنت من أشد الداعمين وبقوة للعملية الانتخابية، يعني ألا ترى أن هذا تناقض ربما؟ لا، على العكس سيد رفع، ولازلت مصر وبقوة على إجراء العملية الانتخابية بجميع الأدوات التي حققت لها والمعادلة التي رسمت بها. أنت لم تسألني هذا السؤال، أنا اتطرقت لحديث السيد الشح حول موضوع معلومة جاء بها، أنا فسرت لك منطقها. وأيضا أنا في خضم أو في سياق ردي على السيد الشح، أنا لم أقل على نسبة القبول أو الشرعية أو نسبة التمثيل الشعبي، لأن لو دخلنا في هذه المتاهة في المنطقة الغربية لا وجود تمثيل حقيقي لكل الشخصيات الموجودة، بل هناك من انتهى فعليا ولا زال يعتقد في نفسه أنه قيمة في المنطقة الغربية. ليس هذا قصدي، أنا قصدي أن المشري كما كنتم تدعون هو يمثل طرف من أطراف الوفاق بمعنى مجلس الدولة، أنا ما أتكلم عن المشري، مجلس الدولة، بمعنى أنه إذا كانت الخطة التي سوقها السيد الشح اليوم حقيقية وأنا لا أؤكدها أو أنفيها، هي مش معناها ان المشري بيتم الموضوع، بمعنى ان مجلس الدوله سيتوافق مع البرلمان، مع برلمان عقيله كما تسمونه، مش هذا كنت تنادوا به او تريدون له الترتيب على في ترتيب اي مشهد سياسي؟ تو رجعتوا لمفهوم الشارع او الشعب هو الذي يحقق معادله ما يريد عبر الكلاكس ولا عبر مش عارف شنو، بيتركوا للشارع الانتخابات ما كامله. ليش قعدتوا تعرقلوا فيها في الفتره الاولى وبعد ان عطلت وبعد ان استعملت كل الوسائل الغير شرعية ومن ضمنها وسائل الضغط على القضاء وغيرها، أصبح الكل يدافع على الشرعية؟ على أي خديعة؟ طبعا سيد جبريل لما يتكلم يقول عن تحالف الخديعة ما بين عقيلة صالح والسيد فتحي في فترة زمنية معينة، وكأنه ينسى الخديعة التي نعيشها اليوم احنا، خديعة أن من يقودنا كاذب، أن من يقودنا لا يحمل حتى شهادة جامعية، أن من يقودنا مزور، أن من يقودنا يضحك على الشعب، أن من يقودنا إلى الانهيار الاقتصادي الشامل. من تقصد هنا سيد الروياتي؟ من تقصد تحديدا؟ أتكلم عليها، علي خديعة سيد الروياتي، من تقصد هنا تحديدا؟ خديعة الواقع المر الذي تعيشونه وراء النكاية التي في عقولكم سيد الروياتي، من جرد البلاد إلى الانهيار الكامل. من تقصد هنا بحديثك؟ علي خديعة تتحدثون؟ الخديعة اللي تعيشوا فيها وتوهموا فيها في الناس خوفا من وصول شخصيات قوية ربما تضبط البلاد وتوحدها من جديد تحت مخافك انت. سيد الروياتي، انت هنا اطلقت اتهامات، يعني من تقصد تحديدا بحديثك هذا؟ يعرف انفسهم. طيب دعني انتقل الى سيد الزوي. سيد الزوي، يعني قرارات مجلس النواب الاخيره فيما يتعلق بتنظيم السلطه القضائيه، اسمح لي سيد الروياتي، اسمح لي، لا ما اخذ وقتي، دعني اكمل اقل من دقيقه، ساعود لك مره اخرى. لا في اخذ دقيقه. طيب تفضل. سيد جبريل يبحث في المثاليه المطلقه على التوافق وهو لا زال يستعدي شرائح كبيره في المجتمع. على اي توافق وكيف ستحقق هذا التوافق؟ على اي قانون مثلي مثالي تريد ان تحققه؟ عندما تقصي شرائح معينه مهما كان التشبيه او الوصف الذي تريد ان تطلقه عليه، تريد قانون يعني يتماهى مع الفكره بتاعك انت تحديدا لكي تعتبره قانون مثالي مثلا. لكن تحداك ان نقول لك قانون اللي سموه فيه قانون عقيله، القانون المعيب، طلعني اين الاعابه فيه؟ شنو الشيء اللي تري فيه معيب؟ معيب لأنه ما تمشاش معك أنت، ممكن معيب لأنه ممكن مش حيقصي طرف ما تبيش أنت زي ما أنتم بتحاول تسوق إحنا، لأنه سيأتي بطرف نبوحنا بمفهوم المخالفة. أنتم معيب لديكم لأنه لن يقصي طرف لا تريدونه، هذه الحقيقة. لكن الواقع يقول أنك لكي تذهب إلى توافق حقيقي عليك أن تحاول اللملمة لكل الأطراف، أن تتماهى مع كل الأطراف،
أن 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 يعني يعني أن أن تحقق التوافق عبر قبول كل الأطراف بالعملية السياسية، وإلا ما نديروش عملية سياسية. خلينا في الحالة اللي إحنا عليها، حالة الصراع والتشدد والحالة العاصمة، وحالة العاصمة قدامك اليوم السيد جبريل. هذه الحكومة التي أنت تشوف فيها الخديعة اللي أنت هارب منها، كنت هارب منها الخديعة، الخديعة قدامك في طرابلس. نعم طيب، الخديعة قدامك في الاقتصاد. اسمح لي أن أنتقل إلى سيد أزوي، سيد روياتي. سيد أزوي، بالحديث عن قرارات مجلس النواب الأخيرة فيما يتعلق بتنظيم السلطة القضائية، هل هي تقويض للسلطة القضائية واعتداء ربما على مبدأ الفصل بين السلطات، أم أنه ترتيب لمشهد سياسي جديد ربما يكون للقضاء فيه دور سياسي؟ نعم سيد، لا اسمح لي بالتوضيح في بعض النقطة التي تحدث عليها السيد أحمد. أولا أنا ليس مؤيد لحكومة دبيبة، هذا لعلمك، يعني أنا من أيدش حكومة دبيبة ولا المجلس الرئاسي ولا عندي مرشح، يعني أنا حتى في الانتخابات ما عنديش مرشح، من أيدش مرشح ولا أنا مرشح نفسي لأي انتخابات، فهذا باش يكون واضح. أنا أتحدث على قانون معيب صدر عقيلة صالح. هذا القانون الذي انت تناقض في نفسك السيد احمد، انت تناقض في نفسك على التوافق يا راجل. التوافق اتفاق جنيف اللي انت متمسك بالانتخابات، كنت لعند امس متمسك بانتخابات 24 ديسمبر وكسرت روسنا بانتخابات 24 ديسمبر، فهذا الانتخابات اقر اتفاق جنيف، اتفاق جنيف اللي ينقلب عليه عقيلة صالح واصدر قانون بدون توافق الذي نص عليه الاتفاق والتوافق على قاعدة دستورية مع المجلس الأعلى للدولة، اللي اليوم انت تأيد هذا التوافق في اشخاص، فهذا هو التناقض بعينه. انت ما عادش فهمنا، هل انت تب انتخابات بتوافقي على اساس توافقي، او تب انتخابات بمجازك لانك انت ممكن تدعم في احد المرشحين او عندك مرشحين او انت صاحب مصلحه، ما يهمكش كيف تتم هذه الانتخابات، ولكن يهمك على اشخاص معينه كيف تصل هذه السلطه. هذا نحن ما عندناش، الحمد لله نحن متحرير منه، نحن ليس لدينا مرشحين ونحن ما نعيشش في ضغوط يعني. فنحن بعد تحدثنا على هذا القانون معيب انطلاقا من اتفاق جنيف الذي نص على القانون على القاعدة الدستورية يجب أن تكون بتوافق مع المجلس الأعلى للدولة. هذا اتفاق جنيف يقول لك، ما قلتش أنا، وهذا هو اللي على أساسه تحدد 24 ديسمبر انتخابات 24 ديسمبر، لكن للأسف هذا أنتم تناقضتوا، هذا أنت قفزت عليه، هذا أنت قفزت عليه. وبعد نتحدث على التوافق اللي يحكي عليه الصفقة أو اللي يحكي عليه السيد أشرف الشح بين خالد المشري وبين عقيلة صالح، نحن خلي عقيلة صالح وخلي خالد المشري يرجعوا إلى اتفاق جنيف، وخليهم يرجعوا إلى التوافق على قاعدة دستورية عبر مجلس النواب ومجلس الدولة مش في أشخاصهم، وبعدين عندهم لجان مشكلة لهذا الأمر، خلي اللجان هي اللي تخوض في قاعدة دستورية، مش هم يدروها صفقة بينهم ويمشوا للمغرب يقول هي تعال للمغرب إذا كان صح هذا الكلام، ونحن نتفق على رئاسة جديدة ونبعدوا مجلس الرئاسي ونبعدوا حكومة دبيبة. نحن والله أنا لا لي دعم لحكومة دبيبة ولا الرئاسي، بل بالعكس هذين الأسام هي أسام ضعيفة، وهذه الأسام هي جزء من هذه المشكلة للأسف اليوم، والضعف الذي يعيشه مجلس الرئاسي. طيب سيد أزوي، الفكرة واضحة، أرجوك أجبني على سؤالي المتعلق بمجلس النواب الأخيرة وقراراته حول السلطة القضائية. وهذا الاتفاق أنتم نقضتوه للأسف وتجاوزتوه لأن لديكم مصالح معينة، هذا اللي تحدث عليه أنا، بل بالعكس أنا متحرر أكثر منك لأن ما عنديش مرشح، وهذا للأسف اللي خلاكم تندفعوا وتحدثوا بهذا الشكل. سيد أزوي، الفكرة واضحة تماما، أرجوك أجبني على سؤالي. وفي الفكرة واضحة تماما، أرجوك أجبني على سؤالي لكي نستكمل هذا النقاش. نعم سيدي، القانون الذي أصدره عقيلة صالح، للأسف عقيلة صالح اليوم يصدر في قوانين في حوشة في مربوعته في القبة، حتى خرج علينا نائب مجلس النواب قال ليس لدينا علم بهذا القانون، وتحدث الناطق الرسمي باسم مجلس النواب قال ما نعلمش عليه القانون هذا وما نعلمش عليه أمتى صدر في تسريح رسمي، وكثير من النواب قالوا هذا القانون لم نعلم عليه. شن خلى عقيلة صالح في هذا الوقت بالذات يخرج بهذا القانون لتغيير النظام القضائي بما يتعلق بمثل القضاء الأعلى للأسف، ويأتي بشخص، هذا الشخص مدير إدارة وممكن حتى ما نعرفش كيف تنظيم اللي هو تسمية مدراء الإدارات داخل المجلس الأعلى للقضاء في هذا الوقت بالذات، وإعادة تشكيل المجلس الأعلى من جديد بالذات. هذا هو اللي نتحدث عليه، هذه المخاوف نحن نتحدث عليه. للأسف هذه الإجراءات التي يقوم بها هذا الرجل المحتكر برلمان اللي بما يسمى برلمان ليبيا، نحن نقوله انتخبه الشعب، للأسف هذا البرلمان نسوا أن هذا البرلمان هو برلمان التي أتى به اتفاق الصخيرات، معاش البرلمان الطبيعي الذي يعيش في أوضاع طبيعية ولديه كافة
ليست الاختصاصات الطبيعية، بل اختصاصاتها حددت وألزمته بالتوافق في كثير من القوانين بمسائل الدولة التي اليوم هم يقفزون عليها وتخلوا عليه. للأسف أن في أطراف هي كانت ضد هذه الإجراءات عقيلة صالح، واليوم للأسف نشوفوها نحن بكل رحابة صدر تقبل بهذا لأنهم أصحاب مصلحة في الذي يقوم به عقيلة صالح. هذا نتحدث عليه، هو عقيلة صالح الذي يقوم به في هذا الوقت بالذات هو أمر دبر بليل. هم ممكن يحاولوا أن يخرب حتى المسألة على القضاء ولعبوا فيه خربوه. للأسف شاهدنا نحن كيف الطعون، آلية الطعون، وكيف التخبط اللي عاش مجلس الأعلى للقضاء في آليات الطعون، والطعون تقبل في بنغازي وترفض في طرابلس، وهي نفس الموضوع ونفس الإجراءات. للأسف هذا المحزن، وهذا اللي عراته وفضحه قانون عقيلة صالح. طلع للأسف هذه ممكن الحسنة الوحيدة في الضغط بالإجراء هذه الانتخابات هي اللي وصلتنا لكشف هذه كل الإجراءات المؤسفة وهذه الأوضاع المؤسفة اللي نعيشها اليوم. وهذا هو الهروب إلى الأمام، والله ما يوصلكم إلا لمزيد من الانقسام ومزيد من التشظي، ولن تصلون إلى 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 سلطة واستقرار لتحدثوا عليه إلا بتوافق حقيقي فعلا يتفق عليه جميع الأطراف، والذهاب إلى انتخابات على قاعدة دستورية توافقية يتفق عليها كل الليبيين وكل الأطراف. نحن ما نريدش نقصي حد، ولكن هناك مجرمين، وهناك والكل يعلم هؤلاء المجرمين وشخصيات جدلية يجب أن تبعد. هذه يبعدها قانون يتوافق عليه. إذا داروا قانون توافق يتفقوا أن هذه الشخصيات تقعد توافق على الليبيين، نحن مع هذا نتحدث عليه. أنا ما نتحدث ونقول لك لا دي القانون يعجبني، أنا ما عنديش لا عندي مرشح ولا نأيد في حكومة دبي ولا منفي ولا غيره. أنا أتحدث على واقع مر نعيشه. واضح. طيب سيد أشرف، كيف يمكن أن نظر إلى اعتراضات مجلس النواب على نتائج عمل المفوضية وعلى إعلان القوائم النهائية للمترشحين؟ هذا تأكيد إضافي على أنهم صمموا هذا القانون وصمموا المسار كي يصل أشخاص معينين. عندما رأوا أن هناك أشخاص قد يفوزون وليسوا هم المستهدفين أوقفوا أرباكوا العملية. هذا ما عادش تحتاج إلى فقيل، الموضوع واضح والليبيين كشفوه، وتو عدنا إلى نفس الخطاب السابق، والله لازم من توافق بين الأطراف وما نقصوا حد وكذا، وهي تمهيد لصفقة طبعا، لأن الجماعة استحلوا البقاء في السلطة ويريدون الاستمرار فيها بأي طريقة من الطرق، مش مهمة الشرعية منين مستمدة، نقولها تخريجة بعد ذلك. لكن اليوم الحقيقة وصلنا إلى مرحلة يجب عدم السكوت على أي صفقات. أنا ضد بقاء أي حكومة أو أي مؤسسة غير منتخبة من الشعب الليبي. اليوم يجب أن يعود الحق لأصحابه، يجب أن ينتخب الليبيين برلمانا جديدا. حتى قصة أخي جبريل، قصة التوافق على قاعدة دستورية والتوافق على قوة، هذا عفى عليه الزمن، لن يصلوا إلى شيء، وما يريدون إلا الوقت. سوف تسمع هذه الشعارات في المدة القادمة أنهم والله يريدون التوافق ويريدون كذا، ويبقوا حوار جديد، ويبقوا 3-4-5-6 شهور سنة، وتستمر القصة إلى ما لا نهاية، لأنهم يريدون البقاء إلى ما لا نهاية. نعم. اليوم لا مجال إلا لإجراء انتخابات برلمانية طبقا للعملية التي تمت والإجراءات التي تمت. نعم. هذا لم يعد هناك مجال لتأخيره، لأن تأخيره يعني التلاعب على الليبيين، التلاعب عن حقهم في الاختيار، عن حقهم في إنهاء هذا الانقسام، عن حقهم في احتكار واختطاف المؤسسات من قبل أشخاص. عندما يقول لك والله عقيلة هرب البرلمان في مربوعته، ويصدر لك في قوانين، يصدر في قوانين ويطلع فيها حسب المزاج وحسب الهدف، آخرها قانون إعادة تشكيل الهيئات القضائية. تو بدينا في عملية انتخابية، هذا وقت تطليع قانون زي هذا؟ وكيف طلعوا من صوت عليه؟ ورئيس البرلمان المكلف النويري يطلع أول يوم يقول أنا ما عنديش علم. مجرد أنه قال ما عنديش علم وهو رئيس البرلمان، والقانون صدر يوم 12 ديسمبر 2021 يعني يوم الأحد الماضي، ويقول ما عنديش علم، هذا يضرب القانون في صفر، هذا يعني أن القانون هذا ورقة مزورة. ثاني يوم يطلع ويقول أنا والله لا أعلم كيفية إحالته، وكأنه وقع تحت ضغط أو شنشدين عليه، وخاف أنه هو يقول هذا القانون مزور وهذا غير شرعي وغير كذا. بالتالي نحن أمام بيادق الحقيقة يستعمل من قبل أطراف أخرى لا يراها الليبيين،
واستمرارهم وبقائهم هو تلاعب في مستقبل هذا البلد. الكلام على توافقات وأن والله تو يتلاقوا يتوافقوا، رأوا هذا مرينا 7 سنوات وكله فشل بسبب النكوص، بسبب الكذب، بسبب عدم احترام التعهدات، بسبب أن من يوقع على شيء لا يحترمه ولا يلتزم به. بالتالي كفانا لأن هؤلاء لن يكفوا عن مثل هذه الممارسات إن بقوا حتى 2 أسبوع آخرين. يجب الآن أن يتكلم أصحاب الحق. السكوت عن حقكم سيفقدكم حقكم. لن تتحصلوا على هذا الحق ما لم تتزعوه من هؤلاء الأشخاص. تقول لي كيف؟ والله أنا ما نقدرش، عندهم سلاح، عندهم قوة، عندهم كذا. والله أجبن من أن يقاوموا صوت الشعب، أجبن من أن يقاوموا الناس عندما تخرج للشوارع، عندما تطالب. وصلت الفكرة. أنتقل إلى سيد رويات، التحركات العسكرية الأخيرة في سبها كيف يمكن أن تؤثر على سير العملية الانتخابية؟ قبل الإجابة على السؤال سيد رافع، أنا رد آخر على السيد زوي عندما وصفني بأنني المتناقض وأنه لا يمثل أي طائفة. يعني لا أعرف لماذا لابد أن أصدقه بأنه لا يمثل أي طائفة أو أي شخصية. يعني هناك أمور تستقر من خلال البعرة، فالبعرة لا تدل إلا على البعير يا سيد جبريل. لكن بنقول تناقضك وين؟ عكسيني أنا مثلا لا بنكر الانتخابات أو رغبتي فيها، وأتمنى أن يكون مسار التصحيح اليوم اللي بيصير كيفما سيكون بتوافق كما كنت تدعي أنت بين مجلس الدولة والبرلمان، من البرلمان منفردا أن يصحح المسار. فشل بالفعل 24، لكن أتمنى أن لا يأخذ فترة طويلة، شهر، 15 يوم، 20 يوم ويصحح ونذهب إلى الانتخابات. أنا لازلت مدافع على الانتخابات ومؤيد لها حتى بجميع عيوبها، لكن أنت متناقض مع نفسك. قل لي ليش؟ لأنك أنت كنت تدعي أن إشكاليتك مع القانون الانتخابي أنه غير توافقي، لا يحقق التوافق الحقيقي لأنه لم يصدر بالتوافق وفق اتفاق تونس وجنيف بين مجلس الدولة والبرلمان. لما السيد الشحت هو قال لك أنا في صفقة ممكن تعقد بين المشري وعقيلة، قعدت أعتبرها صفقة شخصية. يا أخي خذها من باب أنه صفقة ما بين مجلس الدولة والبرلمان. بمعنى آخر لما قالوا لك المشري وعقيلة رأوا بمعنى كأن مجلس الدولة والبرلمان، يعني نفترضوا عقيلة صالح، نفترضوا المشري مشتين المجلس الدولة بتاعها وتفاهم معهم وفعلا توافقوا هم والبرلمان وعدلوا في القانون او حققوا التوافق بتاعك او خلقوا لك مشهد سياسي جديد، بتعترف به ولا لا؟ انت اللي ما تخليكش متناقض. انت شو تبي؟ كنت تدعي العذر في اشكاليه هذا القانون المعيب انه خرج من مربوعه عقيله منفردا، او لو حققوا لك توافق معين سواء بمسار ديمقراطي انتخابي او مسار مسار سياسي جديد، شو بتدير انت؟ بتعترف به وبتعتبرها تحقق التوافق ولا بتقول لي لا؟ بترجع لي بعدين زي ما قال السيد شحلة نبغى توافق شعبي كامل من كل القوى الشعبية الكاملة. انتوا بتكتبونا على رأي يا جماعة، لكن ما انقلبتش راهو. ندعم خيار سياسي وندعم في اتجاه خطوة سياسية أو شخصية سياسية معينة قولنا أراها الأجدى بالقيادة لأنها جربت في مرحلة معينة وأعطتني بالتجربة أن تستطيع أن تقود البلاد لإيماني بهذا المفهوم، لكن أيضا أؤمن بقيم حقيقية حول الانتخابات والمسار التسوية السياسية ومسار التوافق العادل والمنطقي، وعندما لا يكون عادل أو منطقي يكون أكثر منهجية في المشهد الليبي المعقد والمترهل للأسف الشديد. طيب سيد روياتي أرجوك أجبني على سؤالي لأن الوقت ضيق جدا. أنا أستطيع أن أقول فيه أن هناك قانون حقيقي أو واقعي، عشان تستند أنت مش تعتبر أن هناك شرعية أساسا. ما فيش قانون تستطيع أن تقول أنه شرعي بالمطلق، ما فيش جسم تستطيع أن تقول أنه مطلق بالمطلق. المثالية عندما نريدها ننزعها عندما لا نريدها. اليوم سؤال ليك سيد جبريل بعد هذه الحلقة، إذا ما توافق مجلس الدولة والبرلمان على أي مشهد سياسي قادم هل ستعترف به أم لا؟ أما الإجابة عن سؤالك، ما حصل في الجنوب هو دليل آخر على هشاشة هذه السلطة التي تحكم البلاد اليوم والتي أظهرت أنها تتعامل بازدواجية في المعايير حول القضايا السياسية الليبية. النزاع السياسي وإن كان واجهته أنه صراع ما بين حفتر وقوة تتبع المجلس الأعلى المجلس الرئاسي، لكن في حقيقته يعني إذا كان بهذا التوصيف هو أخذ هذا الشكل العام كون قوات جدي أو ما يعرف كذا أعطيت لها شرعية من قبل المجلس الرئاسي، وحفتر قوات معروفة في الجنوب يعني 160 أو ما مش عارف أسمها، لكن في حقيقته هو صراع جنوبي جنوبي كالعادة تداخلت فيه قوى المصالح حول قضايا معينة هي لازالت خفية. ويقال أنه حل طبعا القضية اليوم، مش تعرف أن القضية سهلة يصارعوا يومين وفي جلسة بازين يقعدوا يحلوها ويرجع كل واحد في مكانه فيش قضية. هذا ما يؤكد أننا أمام دولة هشة، دولة ميليشيات في العموم، دولة صراعات تحتاج إلى شخصية قوية تقود البلاد، تحتاج إلى ضبط حقيقي وتنازلات حقيقية من كل الأطراف، تحتاج إلى طمأنة لكل الأطراف لنصل إلى بناء دولة حقيقية. أما التنفس كل واحد بما لديه ونفر الآخر
تحت ذريعة التجريم والخيانة، انت ما عادش توصل البلاد بكل، تطلبوا وصاية دولية وريحوا روحكم كانكم عجزتوا. اما السبل الزايدة كل واحد يدافع عن مفهومه ومصلحته وما يقدرش يتكلم في محيطه بما ينافي افكار محيطه، انت عداك. انا في مصلحة تتكلم في اشياء منافية لمحيطي. طيب سيد الرياتي، أن ذكرت بأن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة فاشلة لعدم سيطرتها على الجنوب الليبي وسبا تحديدا. يا راجل حكومة نقول لك مش قادر. هل هذا يعني أن حكومة الوفاق كانت حكومة ناجحة في فرض سيطرتها على الجنوب وعلى سبا؟ كيف؟ أنت ذكرت بأن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة فاشلة لعدم قدرتها على السيطرة على الجنوب وتأمينه وعلى سبها بشكل خاص، هل هذا يعني بأن حكومة الوفاق كانت ناجحة في فرض الأمن في الجنوب وفي سبها تحديدا؟ لا 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 سامحني، يعني مش منظمش السلطة الموجودة. أنا لم أطلب يوما بالمستحيل، وأعرف أنها لن تستطيع أن تسيطر على الجنوب أو لم تستطيع أن تسيطر عسكريا بمعنى حقيقي، لكن لم تستطع أن تواجه الشارع بحقيقة، أن تظهر هذا الالتحام ما بينه وبين حفتر في العلن، صفقاتها في العلن كانت تظهرها وتحقق، إذا كانت تريد أن تحقق استقرار ليبي اتحاد مع حفتر، إذا كانت هي متحدة عسكريا. القضية المزعجة في الموضوع إن هي فعليا على الورق وبالمعاملات المالية والإدارية هي متحدة، في ظاهر الحال يظهرون الخصام لأنه التحام شكلي مظهري قائم على البزنس والمصلحة فقط، مش قائم على محاولة اتحاد وطني حقيقي، لأن واجب من أن يواجهوا الشارع ويعترف كل واحد بالآخر. أنا ما قلتش من الصحيح وعارف أنه مش هيدرها ومش هيستطيعوا يدرها، لكن قلت الظاهر الحال أنه أعطي شرعية. الوقت يداهمنا سيد الروياتي، أعتذر منك ودعني أنتقل إلى السيد من أجل المسار. باختصار آخر كلمة، الصراع اللي حصل هناك من أجل 170 سيارة اللي أعطاها المجلس الرئاسي الجد خدها من حفتر. طيب سيد زوي، يعني هل من المتوقع تفعيل لجنة 75 من جديد لإجراء عملية جراحية ربما للمشهد المختنق؟ بعجالة خليني بنقول آخر بالله كلمة بسيطة نعم للسيد أحمد. أنا سيد أحمد، لو مجلس الأعلى للدولة مكتملا ومجلس النواب مكتملا وفق الآليات ووفق نوايحهم الداخلية ووفق اللجان المشكلة ومقرها والاتفاق الأخير هو اتفاق جنيف، شكلت لجانهم واجتمعوا واتفقوا على قاعدة دستورية ارتضت بها هذه الأطراف، أنا معها ومع الانتخابات، أنا مش ضد الانتخابات، وأكد لك أنا ما عنديش طرف والله لا أدعم في طرف، ولدي مرشح ولا أدعم في مرشح ولا أؤيد في حكومة دبيبة ولا لمن فيه أبدا، أنا متجرد منهم وبكل حرية. أنا نختلف عليك، أنت نعرف أنك أنت تعاني في ضغط وأنت عندك مرشح معين وتدعم فيه، وهذا مش غلط راهو مش عيب، ولكن الغلط هو المضي قدما في انتخابات وفي إجراءات مخالفة لكل ما تم اتفاق عليه للأسف. وأنا لا أدعي وأنا لا منبيش مشهد مثالي ولا انتخابات مثالية، نعرفها مش حتجي، لكن في الواقع اللي نعيشه نحن اليوم وفي معانيناه من الحروب ومن انقلابات ومن، وتعرف أنت كويس من شو لكي هذا اللي تحدث عليه، على الأقل نطلع نحن بتوافق منطقي بالحد الأدنى، ما أنا ما نطلب في شيء مثالي ولا نعلي في السقف، ولكن للأسف هذا مش موجود. وإذا كان التوافق يتم بين الأطراف فعلا توافق على القاعدة الدستورية ووفق ما نص على الاتفاق وبين الأسام مجتمعة ومتكاملة مش بين أطراف، أنا معاه ونأيده بكل قوة ونأيد الانتخابات. نحن بالعكس انتخابات 24 ديسمبر كنا أيدناها ومشينا فيها، ولكن اعتقدنا أنه يطلع قانون توافقي، للأسف هذا ما صار. طيب أجبني على سؤالي بعجالة سيدة زوي لذيق الوقت عليه اليوم. أما نعم 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 نجاوبك على سؤالك، أما ممكن إحياء إمكانية إحياء 75، للأسف أنا في وجهة نظري هذه 75 حتى لو تم إحياء لن توصل إلى حل جديد، لأن 75 آليات اختيارها وبداية اختيارها وكيف شكلت كانت هي أصلا مشكلة وكانت خطأ كبير جدا ارتكبتها السيدة ستيفاني، اليوم هي ممكن إذا فكرت إحياءها من جديد ولن توصل إلى مرحلة توافق، لأن عجزت حتى على توافق القاعدة الدستورية الذي نص عليه الاتفاق في حالة عدم توافق مجلس الأعلى للدولة والنواب. فمن وجهة نظري نحن الآن في مأزق وفي مشكلة كبيرة جدا، يجب التفكير بكل واقعية والتفكير بكل حيادية والتفكير بتجرد عن المصالح الشخصية والمكاسب الشخصية والذهاب إلى انتخابات برلمانية تنهي كافة الأجسام الحالية ومن ثم تشكيل حكومة أو اتفاق على الدستور أو قاعدة دستورية، وبعدين أي شخص يتفق بعد يكون في اتفاق وأرضية صلبة للتوافق لقاعدة دستورية أو دستور، والله نحن ما عندنا اعتراض على أي ليبي حتى لو كان مجرم أو مجنون يأتوا به الليبيين، ولكن بهذا الشكل هذا نحن نتحدث أنه سوف يجرنا ويقودنا إلى مشاكل كبيرة جدا وانقسام كبير، وهذا أكبر دليل نعيشه اليوم. شوف
نشوف الانقسام اللي صار على الانتخابات اليوم. هذه الحقيقة الذي يتهرب منها السيد أحمد ويذهب إلى الأمان للأسف. نعم. ويتحدث بمنطق الإعلام. واضح جدا. شكرا لك سيد زوي. ما نقدرش نشخص الواقع. سيد أشرف، يعني بعجالة الوقت الحلقة انتهى، كيف سينعكس تأجيل الانتخابات على المشهد السياسي مستقبلا؟ شوف، يجب أن يكون واضحا أن هذا الفشل كان نتيجة المسار الخاطئ، ويجب أن لا نعاد إلى نفس المسار. قصة والله توافقات ويتوافقوا ويجتمعوا وكذا، راه هذا عبارة عن إضاعة للوقت، عبارة عن سرقة للحق، وهذا يجب أن لا يسمح به الليبيين. اليوم يجب المضي قدما في تجديد الشرعية في جسم واحد. أما قصة والله لازم يتوافقوا وهذا يحقق التوافق، والكلام المايع اللي يقول فيه أحمد تو هذا، ويحاول أن يصب جام غضبة على الحكومة الحالية وكأنها هي المخطئ الوحيد، ونازل في رئيس حكومته يقول له والله ما عندك الشهادة ومزور ومش عارف 170 سيارة، هذه المعركة في سبها كلها على خاطر 170 سيارة، تتفيه الموضوع إلى هذه الدرجة، وتسطيحه والاستخفاف بالسادة المشاهدين. الحقيقة هذا أمر يجب أن نقف عنه، ويجب أن نحدد أن سبب المشكلة هو مراهقة هذه الطبقة السياسية، اختطافها للمؤسسات، تلاعبها بالليبيين وبأموالهم وبمصادر دخلهم، ورغبتهم في الاستمرار. اليوم أجدد الدعوة إلى الليبيين منذ الغد أن يخرجوا حتى بسياراتهم بعد صلاة العصر ويطلقوا صفاراتها، لكي يسمع كل من بأذنه خلل بأن الليبيين سائموا ولن يرتضوا أن تبقى هذه المهاترات، وأن أن 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 عملية الانتخاب أمر يجب أن يحسم خلال المدة القريبة القادمة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المستشار السياسي الأسبق للمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح، وأيضا كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس كذلك الباحث والأكاديمي جبريل أزوي، ومن مصرات عبر الأقمار الاصطناعية أيضا المحلل السياسي أحمد أروياتي. شكرا لكم جميعا. إذن هكذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، تصبحون على خير.